يا ويل انت بتسحب اللحاف من علي وانا سحبت عليك صفوري خليه يرفع عنده فوق قاعد مع مكنه فتي تفرز كل منتجات الفتي شلت خدديات فتي حتى المجات التزموا بالخطه ام رجعيني بس ساعه حينشروا جسمي جاي ادي مرتك حامل فين دي ابو نوكيو صوت القطه صوت القطه زهير جبت الثقه دي منين يا ابن الصرمه دردت بقد عفريت دمدمه ده قنبله يدويه واي حاجه بتشيل قنبله احيه الفتيس طلع في ايدي احنا كده رحنا فتيس سيوسون